هتيجي اولاد دلوقتي هتعمل شغل جامد. الاتحاد الكارديكال انتفاس بيومجالي كلينيكالي بالهارديا كومبليكيتد باي بورتال هايبرتنشن عند رابشر جامد. برافو عليك. ايه اللي خلاك تقولي لي ده دايجنتيك؟ بنمسك المايك كده عند ربنا وبعدين انت ليه وصلت للدايجنوز ده؟ العين كانت هيبرتنسز وده اللي خلاني افكر في رابشر بيرس ان هو جيب هيبرتنسز. فانت فكرتي ان هو ده عنده بورتال هايبرتنشن وسوفوجيال بيرس ورابشر بيرس. طب وهو الهيماتيمسيس الجامد سببه رابشر بيرس بس؟ يعني يا ريت تقولي لي الكوست ده. هو انت بتعملي كده ليه؟ في مالكها؟ فهمت الكالسر؟ هايله هايله يا هدير برافو عليك. فهمت الكالسر؟ يعني اكتر سبب يعمل بليدنج كده اوسوفيشال فيرسز فهمت الكالسر. طب لما انت عارفه ان سيفير بليدنج قد يكون اوسوفيشال فيرسز وقد يكون فهمت الكالسر، اشمعنى اخترت الفيرسز يعني؟ شاطرة لأن عنده حاجات بطل هايبرتنشا اللي هي إيه؟ عنده بقى أنت كاتبة أصلا لا إيه قالت لي أصلا فكرت يا حبيبي قالت لا أنا يعني بعض الأحيان حاجات هم قايلها لأن العيان عنده لباس فينوميجالي. العيان عنده لباس فينوميجالي واللباس فينوميجالي ده معاه بطل هايبرتنشا ولباس بيلوميجال ده معاه بطل هايبرتنشن وده السبب لاختيار الفيرسز اكتر منه ايه؟ ليبتيك انسر. تمام. طيب هو ممكن عامل اوسوفيجيال فيرسز يجيله ليبتيك انسر؟ ما هو الليفر لو وحش ما بيعرفش يكسر الجاسترين فده بيعمل هايبر اسيدس وممكن يعمل ليبتيك انسر. هاويفر كلينيكالي كلينيكالي وجود الهيبات كلينيكال هحط رابشر فيرسز نمره واحد قبل الفيبتيك الاصل كويس يا دكتور. طيب ايه اللي خلاك تقول انه بالهارد يعني؟ ده الراجل ده فلاح ونزل الترعه وجاله الهرسي قبل كده قمت قلت بالهارد زي صح؟ ولان ده الكومن استوكوزي ايجيبت يعني حتى يقولوا على البيهارد زي كلينيكال ايه؟ ايجيبشن ايجيبشن. فعشان كده قلنا ان بالهارد ذا كومن ستيكور. انا سالت سؤال هو هدير ولاد الدسكشن بتاعها هيدور كده؟ لا هي هدير بسم الله ما شاء الله عليها هادي قوي رغم اسمها هدير بس هادي قوي يعني انا شفت بديل اسمها شايفين؟ في تصالح. طب هو الراجل هيدوس عليها ليه؟ هي بتداس عليها ده فهمت. انما لو كانت بقى جامده ورد كده مش هيسيبها بقى تحولها وانت طب يوسف في اليوم اللي ايه تاني؟ هتقول له بقى ملاريا كرونيك مايلويد لوكيميا ثلاسيميا ميجور مسبب حاجه وراحه هناك فهمتوا حد الابدو؟ طب ايه اللي خلاها عمل كده يا ولاد؟ انها ردت. قالت له دايجنوزيس حلو وناقشته ليه حلو فالنتيجه ان الراجل حطها في كاتيجوري كويسه يعني مثلا لو النمره من 15 مثلا او من 20 فهو نوى يديها 17 18 واحنا بنتكلم بقى في قفل اللجنه. فقفل اللجنه ده محتاج ايه؟ ان انا بقى عكن عليه. عندك حبه بطنه، حبه ثلاسيميا، حبه بايرويد لوكيميا، افهمك حاجه ان انت تعبان وعندك بقين حافظهم. فاهمين يا رب؟ لكن طبعا لو سددت معايا في ثلاسيميا وكرونيك مايلويد لوكيميا وبتاع لا لا اللجنه قفلت. انا على طول هسالك ترتيبك بكام؟ قلت لك النمره قدامك. اشمعنى؟ الطالب ده مش منشن على حاجه وده هيز اورينتد فور تايم بليس اند بيرس. هو مش عشان حاجه عشان لسه في البطن بس. لو قلت في البطن انا هبقى سعيد جدا. يعني انا سعيد جدا ان البطنه والجراحه تبقى ايد واحده. زي الجيش والشعب.
فاهمني؟ انا مبسوط جدا البصره والجراحه تبقى واحده والطارق اوعى ولاد تخش بالناحيه بتاعت الجراحه بس. ايه ما هو مجهودي مستير انا هذا لا. طيب طب انت لو عندك عيان عنده الباتس فيديو ميجالي ورابشر فينسس كده انت تحب تعمله انفستيجيشن ايه؟ اندوسكوبي؟ لا شوف العمر بيصعب. واحد عنده الباتس فيديو ميجالي تحب تعمله انفستيجيشن؟ طب هقولك حاجه هقولك حاجه عربيه فيها بوشيهات بايظه تحب تعمل ايه؟ تشوف البوشيهات تشوف على البوشيهات صح؟ واحد عنده طفله بايظه تحب نعمل له ايه؟ ليفر فانكشن. واحد عنده طفله بايظه بنعمل له ايه؟ طب لو قلت لك واحد عنده لسانه بايظ نعمل ايه؟ انفستيجيشن للسان. بصوا فكره ان انت تقف للراجل يلطش لك وانت قاعد ساكت كده هنط في كرش مفيش حاجه اسمها كده. فانا بعت له برافد سنه تديله على وشه. واحد بيقول لك كده بيقول انت بتقول له ان عياني عنده مشكله في الكبده. فهو بيسالك تحب تعمله انفستيجيشن ايه؟ تقول له الكبده. ليفر فانكشن سؤاله الجاي هي ليفر فانكشن. هنتكلم مع بعض بقى في السبوت والسكيبت والروبن والقلب والمفاهيم. انا قاعد النهارده احنا مسمعين الارقام مع بعض. النهارده الصبح هنسمعهم الساعه 2 وسمعناهم قبل كده وسوف نستمر في تسمعهم. فاهمين؟ كويس. تحبي تعملي ليفر فانكشن. متخيله ايه ليفر فانكشن في عيان بالهارت زي ايه؟ متوقعه ايه في ليفر فانكشن؟ اليفيتد. هو مين اللي المذاكره يعني ايه؟ يعني اسالك الليفل ايه تقولي لي، لكن صلاه الطالب دي قصه ثانيه. هو انا ببعت له عيال تعبانه؟ ببعت له عيال ايه؟ جامده، الحريم بتاعتي جامده. هم عندي ضفارها 100 راجل. وبتبقى ايه؟ جامده، قولي في المايك، بتبقى ايه؟ جامده، تمام. كويس، يعني انت هتعمل ليفر فانكشن. فانت لما تعملي ليفر فانكشن ان شاء الله ممكن تلاقي السبوت والسكيت انديكيتد قوي ولا قليل؟ قليل لانه هيبقى عالي قوي في حالات ايه؟ الهيباتايتس. صح كلامه دي عيال سيس كلها هي بتبقى عاليه قوي في الفايرال هيباتايتس في الاكيوت ليفر ايجنت، لكن الكرونيك بيبقى مايلد ديليفيشن. استني بقى انا هشرب عشان انا اليوم اللي هي تيو ليس فين الكلام ده؟ ممكن تلاقي القلب من افكتد. هو النورمال كام بتاع القلب؟ من 3.5 ل 5 جرام بير دي سي ليتر. طب شفت بقى ان انت عارف حاجات اهو. كويس. لما بتقل الكام بتعمل اسايت؟ 2.5. كويس قوي. انت متوقع ان العين ده يبقى الليفر فانكشن بتاعته بايظه ولا لا؟ اكيد لا، لانه ما عندوش اسايت ولا ديس اورينتد ولا بالمر اريسما. واصل بالهرسي اصلا بتعمل بالهرسي ليفر فايبروزس في السيرويد، فهي تعمل بورتال هايبرتنشن اكتر منها ليفر سيمفوني. صح يا دكتور ولا لا؟ هي بتعمل ايه بالهرسي؟ بورتال فايبروزس. ليفر فايبروزس مش ايه؟ طب وليه بعد عين بالهرسي بنلاقي عندهم سيرويد؟ كانوا سبب تاني عملوا سيرويد؟ يعني مثلا مال نارج ده الكل اي حاجه يعني. اقول له السؤال ده يا دكتور بالظبط زي اللي واحد عنده بالهارت زي ليفر فايبروز جاله ليفر. لا حصل تمام جاله ليفر. فاهماني؟ كويس قوي. فانت متوقع ان الليفر فانكشن ما تبقاش ليفر. كويس قوي. تحب تعمله انفستيجيشن ايه تاني؟ اندوسكوب. عايزه تعملي اندوسكوب ليه؟ الدارس الشاطره. تعرفي ان احنا بالمنظار بنعمل كريبنج للدارس؟ يعني كريب ورق يبقى الفينز دايركت.
جريد 2 دايليتد وتورشر، جريد 3 دايليتد وتورشر قوي كتير قوي لدرجه ان مفيش هيلث ميكوزا، كل الميكوزا اللي بيت. جريد 4 بتبقى بدات ترشح حواليها، يعني بدات تعمل نقط حمراء حواليها، يقولوا عليها شيري ريد سبوت. جريد لونه ايه؟ احمر. بقى بتبطش حواليها كده لما الاقي البطش دي بتبقى جريد 4 امبندنج رابشر على وشك امام الفرق. يعني انت كنت عايزه دكتوره تعملي له ابر جاستون ثان اندوسكوبي عشان تدوري على فيرسز وتعملي لها جريدنج. هايله برافو. تحبي تعملي ايه تاني؟ ايه رايك في الالترا ساوند؟ ايه رايك في مستوى الدكتور؟ كويس كويس. لا انا عايز اخد منه الورقه تدي له نمره الراجل. طب الالترا ساوند ممكن تشوف ايه؟ شاطره هنلاقي ليفر كتير، سبرين كتير، بابار كتير. لا سايتس غالبا لا، لان مفيش مانيفستيشن اوف ليفر سيستم. في حاجه تانية تعرفي منها ان البورتال بريشر عالي فعلا بالسونار. الدايمتر بتاع البورتال دي عارفه البورتال دي الدايمتر بتاع النورمال كام؟ 12 13 13 ايه؟ ملي. شكلها ملي، شكلها ملي. لا اكتر من كده يبقى في بورتال هايبرتنشن. انا عايز دكتوره بقول لها تعرفي منين في بورتال هايبرتنشن في السونار؟ فقلت لها من دايمتر اوف بورتال دي والدايمتر كام؟ قالت لي انا ما قلتلكش اصلا البورتال دي هو اللي هيبقى دايركت. انا هعرف الدايمتر ليه؟ انا لو عارف الدايمتر كنت هعرف الدايمتر عشان المعلومه دي. ايوه كده. عايزك تفهم الراجل يسال ازاي. قول له ده مصر الطالب يتسال اسئله تحترم نفسك. شخصيتك قويه كده تقول لك انا عايز تثبتيه. طب يعني انت عايز تعملي بار فانكشن وتعملي الترا ساوند وتعملي ابر جاستر ستاندرد اندوسكو كويس. وده يعني حاجه كويسه جدا. تحب تعجل عندها ازاي؟ يعني هو مش بينزل دلوقتي، ده هو نزل زمان. ما انا شفتها. هي نزل في زمان يعني. يعني نزل في قدام دلوقتي وايه؟ ايه رايك؟ تحب تعملي ليفر سبورت؟ تحبي صح؟ يعني ايه ليفر سبورت؟ لا اديله سبلمنت البوم مثلا. اديله سبلمنت صح؟ ليفر سبورت ده عارفه شلاحين كلهم عندهم بالهرسي فبيعملوا لنفسهم ليفر سبورت بالسبورت. فالحين في الغيب بياكلوا ايه؟ مشلنا كده فيها كتير ايه؟ مشلت فيها كتير مشلت وبي ايه؟ وعلي عسل. هو ده اللي بتصفر. قال ان هو ده اللي بتصفر. عارف الكتير المشلت ده؟ ده 24 مفيش الكلام ده. عارف العسل ده في حاجه اسمها ايه؟ ركوز. عارف ده قلبه. تخيل ان الفلاحين في مصر بيعملوا ليفر سبورت عشان خلاص بدون ما يدروا ده كله. انت عارفه ناقصهم ايه؟ فيتامين بي. عارفه جابته منين؟ الخميره بتاعت الفطير بتاع عفاريت الزيت. يقول لك حتى الخميره دي فيها لايبوتروبيك فاكتور فيتامين بي ده فيها. ايه رايك لو انا معايا واحده فلاحه
وبشرح لها ان الفطير المشلتت والبيض والعسل هي هتحفظ ولا لا. يعني احنا نعرف نجاوب على الراجل، نعرف نجاوب عليه هو ده اسمه ليفر ايه ولا ليفر ايه ولا ليفر ايه، يعني ليفر سبورت يعني المشل المشل هو ليفر سبورت يعني. ونعمل انجكشن للفيروسز، نعمل حقن للفيروس. بتقولي لا ما بنحبش، لا بنحب وإني طالب حتى لما جيت أنا بقى في البطن. العادل اللي نسب قبل كده بنحبه، هو لما بيتحنش العادل ما نسبش، لكن العادل اللي نسب قبل كده بنحبه. ماشي؟ بنحبه ولا بنحبه؟ يعني شوف الطالب ممكن يقعد يتعلم، لا ده اقول لك لا. الدكتوره بتسال ممكن يحينوا بروفيلاكتيك، القاعده زي البروفيلاكتيك انجكشن للبرس، لان اول مره تحينها ممكن يكون السبب في النتيجه. ثلثين العيانين اللي عندهم شال برس بيعدوا بدون ما ينزفوا خالص. اه دكتوره فيتامين بي لايبوتروبين فاكتور، هو بينشط الكبد، فيتامين بي بينشط الكبد، لايبوتروبين فاكتور. دكتور يعني عن اللي هو نزل كده زمان، وريني احنا بنقول صبرت ده ايه اللي فوق ايه؟ عشان ده اسمه ليفر سبورت صح؟ ونحن ايه؟ الفيروس بنحنا فيروس اسمها ايه؟ انت عارفة ساعات كمان يجوا انضرار، يقول لك الانضرار بيوطي الغرفة البراشة، ممكن يقولوله ممكن ما نعبروش، بس الباقي كله ولا ايه؟ والله يا دير انا ايه كنت يعني عايز اسألك سؤال تاني اخير وادخلك في مكانك، يعني فين هو بينزل دلوقتي؟ Stop it bleeding. تقول لي لا خلاص قفلت معايا، بس انا مش هقول ما قلتش كل ده، فبالتالي مش هقول لك شويه كده. هي قفلت ما قلتش كده في الاكل ولا لا؟ تقفل وتسيبه بقى. سؤال الحاله الشفه ده عباره عن كده علاقه انسان بانسان مين؟ ان شاء الله تبدينا على قد ما فيش حاجه اسمها الراجل ده مستقصدني، هو ما عرفكش، هيستقصدك باماره ايه؟ هو ما عرفكش، هو رخم، هو كده من هو طالب. صحابه كانوا بيقولوا عليه رخم، بس هو رخم وشاطر، فبعضه هاي التدريس رخم، هيودي الرخامه فين؟ او راجل ظريف، فهو كان ظريف كده ولاد من هو طالب، وبعدين كبر بعضه هاي التدريس، بعضه هاي التدريس ظريف، فاهمين؟ انا حظي في ايه؟ معرفش سبحان الله. فاهمين؟ اصل احنا مش صحاب، دي حاجه مفروضه عليا. المطلوب منك طول الوقت ايه؟ اول حاجه تحسسه انك مش خايف منه. بس. تاني حاجه تحسسه ان انت حاسس ان انت كويس. وهتقدم اللي عندك وخلاص، هو ده اللي موجود تحت شعار انا مش داخل لوحدي، شعار انا امم يابا، امم مش عارفه حاجه، امم مش عارفه حاجه، فاهمني؟ خشوا مناخيرك فين؟ بس اوف مفيش، قفل مفيش، ما بنقفلش. ماشي؟ عشان انا العيال الحريف بتاعتي ايه؟ جامدة، برافو عليك، يلا عيال واحد عنده رابشة فرس. شفا وده اجمل من الريتم بكتير، تعرف تاخد درجات كمان يا رب الكوميونيكيشن، احساس وكوميونيكيشن مع الراجل. نجرب كده لو ايه؟ لو واحد عنده رابشر فيرسز هنعالجه ازاي؟ مشاكلي يا ولاد. الشوك. ادي اول مشكله هتجاوبها. وبعدين البلاد اللي في الشياكي. هتشتغل عليها البكتيريا.
بنحولها الى الامونيا. روح البرين الكفالوبس تنزل نزل سكرتين الكهرباء وقف الكريب سايكل يمنعني يجيله الكفالوبس. المشكله الثالثه ان عنده بليدنج سايكل. بليدنج سايد ده بينزل بكل عوامل الشر اللي في الدنيا. هاي بريشر، ثين وول، بليدنج تريبيوت. هو لما بلاد فيسل بينزل فانت ممكن وانت قاعد كده تتعور. ففي وريد يتعور تخر الدم. الدم بيقف فين؟ في كواجيليشن فاكتور. بيحصل الكل بايه؟ المصر. خلي بالك ان البلاد فيسل دي معموله بالانتيجينز ما فيهاش مصر. طب وليه الدم في الوريد بيقف اسهل من الدم في الارض؟ عشان البريشر قليل. الارض الضغط فيه عالي. هنا مفيش مصر وبريشر عالي. طب هو الدم بيقف ازاي؟ بيحصل اكتيفيشن للفايبرين والكلوتنج فاكتورز والبليتلت. العيان ده عنده هايبر سبلينيزم واكل البليتلت والليفر بايظ مفيش كلوتنج فاكتور. فالعيان بينزل بكل عوامل الشر. فاهمين؟ لو انا ما اتدخلتش ويل بليد تندر. السؤال الجاي اتدخل ازاي؟ في مبدا احنا عارفينه من الجنرال. وقف البريد واعمل ريسسيتيشن. نبدا بمين؟ برافو عليك. رايم لاين كازيتر فلويد. فلويد ايه؟ الجلاكتيت. شمال على بال ما يجهز الدم. قولوا لي كلمه حلوه عن الدم. فريش. عشان عندي اخد كل حاجات فريش. فريش بلاد، فريش فروزن بلازما. مفيش كانز، مفيش معلبات، كله فريش. ليه فريش؟ كلوتنج فاكتورز والبليتلت. لو لقيت دم مكسول مفيش اللي هو فانا هتقول هديله معاه كتير بس هديله معاه فريش فروزن بلازما واديله وحده بليتلت. فاهمين؟ طب اوقف الدم ازاي؟ سكليروسيرابي بعد ما شفت يعني مثلا في بريشر عالي انت فازو بريس الاحدث منه جلابريس الاحدث سوماتوستاتين. فاهمين على ده؟ ده عشان وقت البريشر. طب في بليدنج تندر ما انا اتعاملت معاها واديت فريش بلاد وفريش فروزن بلازما وبليتلت. طب سين وول هدخل قسطره في بالونه واقوم نفخ قسطره قريب يعني بالونه واقوم نفخ البلالين تضغط على الفيروس. القسطره المبالونه دي اسمها لكن عند بلاك مور اللي هي ايه؟ شمس كامل داخل اسود بزياده. طب مين الاحدث؟ مينيسوتا. لان مينيسوتا دي فيها فتحه زي شرق الصحراء. طب والبالونه ناجحه؟ بتوقع في الدم زي الانجكشن. هو مشكله البالونه بس لما بفضي البلالين 50% ريبليت عكس الفيروس عكس الانجكشن. عشان كده انا بحط البالونه لغايه ما الانجكشن يكسر. يعني هي البالونه فعاله؟ فعاله طبعا انها بتوقف البليد. بس هي عيبها ان الريبليدنج 50%. لما اجي افضي البلالين عشان كده انا بحطها على بال ما الانجكشن ينهز. لان الانجكشن فعال والريبليدنج قليل. فاهمين يا رب؟ عيب الانجكشن ان انا وانا بحقن لو حقنت الماده الكاويه بنسبه كبيره بتعمل اسفجال ستريتشنج. ممكن انا وانا بحقن مش شايف، يعني مش شايف التخانه. انا بغرز الابره وبعدين احقن. لو الابره فلتت وطلعت من الناحيه الثانيه مثلا ممكن تحقن في القلب. شويه حب في القلب يبهدلوا الانسان، فما بالك ببكريليك في القلب شكله فين؟ عشان كده الافضل من انجكشن سكليروسيرابي الباند لايجيشن. هو ذا سيم افيكاسي ومور سيف.
the same efficacy or more safe. من أغلق خلي بالكوا ان انا عملت الريسستيشن وقفت الدم بقى شوية الدم ده في الجاي تي ده الماوس وده ايه الاخصائي هسحب الدم بطريقتين رايت وقلب وموت البكتيريا بطريقتين يعني الوز ونيومايس او فلاجيل من هلا الامونيا الامونيا بتعامل معاها بان ادي العنجل للكمين يمسك في الامونيا وبتوع البطه بيدوا حاجه اسمها انتي بنزودازيبين بيقولك ان هو بيكمبيت مع الامونيا على الكريبس سايكل فيمنعها من انها ايه تقفل الكريبس سايكل بس هي انتي بنزودازيبين دي يعني معلومه بطن اكتر منها جراحه ما انا حطيتها ليه عشان اظبط الجناحات تشفط الدم بطريقتين تموت البكتيريا بطريقتين تتعامل مع الامونيا بايه بطريقتين افترض ان كل ده فشل تبس حضروا الليفر ترانسبلانت لو كل ده فشل فانا هعمل له تبس واحضره الليفر ترانسبلانت يعني ايه تبس انترا هيباتيك برضه سيستميك شط احنا حكينا عنها برضه النوبه اللي فاتت صح ده الكلام ده كله واخدين النوبه اللي فاتت انا بس حبيت احط الرسمه والهياكل قدام عينيك واضحه طب هو عايزين نعمل تبس التبس ده بدخل القسطره بدخل قسطره من الانترنال جاجلر فين بعد الانترنال جاجلر فين بعد النومينس سوبر بنكيف بعد سوبر بنكيف رايت 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 بصور بعدين بقى بمحشر الايه القسطره هنا وبنطلع الفراغ تطلع زي السكينه ترش تفتح هنا وهنا وتاخد الدم من البورتال توديه ايه عشان كده يقولوا عليها ترانس جاجولا عشان ما تخش من الانترنال جاجولا انترا هيباتيك هو الستنت في الليفر برضه سيستميك شنط طبعا عيب الشنط دي انها صغيره هتتسد بعد شويه انا بوقف فيها الدم بس يعني بوطي البورتال جراشن وهجهز العيان على طول لليفر ايه ترانسبلانتيشن بنعمل لهم سيجمنتال ليفر ترانسبلانتيشن هو الليفر كام سيجمنت؟ قولوا لي الاربعه شمال وقال لي ثلاثة أربعة قولوا لي مين خمسة سبعة ثمانية خد انت لود بالمكان واحد واحد ومرت ايه وديه 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 ما قدرته بما كان أمرت إيه من هذا لا فبنعمله سيجمنت الليفر ترانسبلانتيشن طب افرض الراجل معوش فلوس يعمل تيبس ولا سيجمنت الليفر ترانسبلانتيشن شق بطنه بقى ونقوم داخلين عاملين سبلينيكتومي دي فاسكولاريتومي وسلام نشيل الفخار وربط البرد مين اللي عمل العملية دي؟ الخيري حساب عملنا بحساب اتعجبك ايه؟ اسكندرية وبعدين الدكتور خيري اضاف كلمة قال لهم نزود فاجوتومي عشان نقلل الحموضة فاكرين هدير لما كانت قاعدة هنا من 10 دقايق عمالة تجاوب عليا بتقول لي ان العين دول ممكن يجي لهم الجسد كانسر لان الليفر مش كويس وممكن يكون ما بعرفش يكسر الجسترين فالعين دول بيبقى عندهم حموضه قلت لما قعدت تقول لي كل الكلام ده
صح ولا لا؟ وعشان كده يا بتقول لي العين اللي عندهم بيبقى فيه ميجالي ممكن يجيله بيبتك انسر. فالدكتور خيري قال بالمره واحنا فاكين بنعمل سبيريليست ومدي فاسكولاريزيشن نعمل فالوتو عشان نقلل الحموضه. العمليه دي اسمها ايه؟ خيري حساب خيري. وهنا في جامعه القاهره برافو عليك. وممكن تشيل حساب يعني ما هوش مشكله قوي. واضحه لنا لا؟ طب ممكن نعمل حاجه ثانيه؟ بصوا ممكن وانت بتعمل حساب كده نزود خط نقطع الاسوفجاس ندبسه. ده طارق بيقول انت بتلعب يعني ايه تقطع الاسوفجاس في الحلقه؟ بص على الدرس وكتبه انا قطعت الاسوفجاس قطعت البرس كلها وبعدين خيط فاتربطت معايا في الغرز وكان كل البرس بربطها واقصها بس بدل ما اربطها وبعدين اقصها قصتها وبعدين ايه ربطتها فاهمين؟ يعني انا لو بصيت على الهيومن كده كروس سكشن هلاقي البرس كده وانا بخيط هتتاخد معايا في الخيط فهمت ولا لا؟ بتعمل بريدنج ليه؟ تنشن بتاع ايه؟ تنشن يعني ده انا ربطه بخير ومربط الدرس ممكن ترجع تاني بص يا دكاتره طيب تتفق على حاجه تتفق على فرق بين متضايق ومش فاهم يعني ايه؟ يعني انا من شويه شفت الطحال وربطت الدرس من بره لحد قال لي بترجع ولا حد عليه والتنشن ولا اي حد خالص انا شايل صحاب ومربط الفيرس محدش يتكلم لما جيت اقطع الاسوفجاس واحبسه اتخلص اول امبريشن بسرعه كده ايه ده وبعدين تفهموا فكره ان الفيرس بطول فانا لما بقطع بقطعها وبعدين وانا بخيط بتاخد معايا في الغرز مش فاهم طب رسمها له كروس سكشن وطريق ان الفيرس كلها اتقطعت وان انا في الغرز هتتاخد يقول لك بس انت وانت بتربطها كده هتتسكت ولا يقول لك مش يعني مش هترجع تاني تقول له بالعكس ده انت لو ربطت كده بس ترجع اسرع لكن كده انت عامل افكت اكبر يعني هنا انا ربطت من بره صح؟ كده انا ربطت من بره ومن جوه تحت شعار بره وجوه فرشتين له والمايل مش يعدل له برافو عليكم فاهمين؟ يعني كل اللي انت تقطع الاسوفجاس وتلبسه لا ده مثل عندنا بيقولوه على الشلته فاهمين يا رجل؟ يعني حساب وخير بجلاله اجرهم ظبطوا الدنيا من بره وما ظبطوش من جوه هو انتوا بتفهموا بعض العمليه ولا هو ربط المراه بيتكلم في ايه؟ العمليه؟ ايه؟ طب انا هسالك سؤال طب انا هجاوبك بس بالامانه بقى قولي لي هم قالوا لي كده ولا لا؟ يعني هتقولي بعد كده هم قالوا لي كده ولا لا؟ عشان انتوا بتسالوا بعض بتجاوبوا على بعض واحده سالت صاحبتها هتسيبها؟ لا هجاوبها طبعا وده هو ده حكم من الخطوره يعني هو ده سبب الخطوره طيب بص عليها انتوا فهمتوا الاول حكايه الترانسكشن والتدليس؟ يعني حساب وخير ربط من بره بس اللي عمل الدباسه دي اللي عمل الدباسه دي اول واحد يعني ابتكر الفكره كان راجل ياباني اسمه سجوره هو اللي قال ان انا ايه ما مش كاتبها كان قال ان احنا بنقطع ونخير وشرح لنا الحكايه دي وبعدين ايه قلنا له يا سجوره الناس مش فاهمه حاجه فقال طب وانا اعمل ايه ما يولعش الفارسس بالطول فانا ربطت الفيرسز اللي جوه كمان فاحنا قلنا له طب ما اللي جوه بياخد من اللي بره قال بس انا عملت احسن لقيت ان ده قلل الريب ليدي يعني اخر ارتجاع الفيرسز تاني فردحنا له احنا بقى احنا تبع حساب ردحنا له احنا قلنا له ان العمليه دي بتاخد حوالي مثلا ساعه ساعه ونص على بال ما تقطع الاسوفجاس وتدبسه وده بيطول وقت العمليه فالامريكان وقفوا ورا الراجل بتاعهم
عملوا دباسه تطلع على السفنس وتدبسه في دقيقه. دباسه اسمها اي 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 اند تو اند امريكان ستاندرد. في واحده روسي اسمها سبيتو بس انا مش عارف دباسات زي اللاتا والعزة وايه وهو بقى فاهمين يا راجل. دباسه اسمها اي اي اند تو اند امريكان ستاندرد من الرد. دي بقى الفكرة الاسبرينات. بص يا رد دكتور عمال حساب اول ما بدأ العملية بتاعته ربط الفيرس بس فرجعت الفيرس بسرعة وبعد سنة كانت رجعت. ففكر في فكرة تانية، طب ما نشيل الطحال، شيل الطحال يشيل طولة البورتال بلاد، ما الاسبرين كبير راح البورتال فيلد، فانا ما اشيل الطحال اشيل طولة البورتال بلاد، فبعد العملية البورتال بريشر وطي، فالفيرسز بعد ما ترجع بدل ما ترجع في سنه رجع بعد حوالي 10 سنين. فهو شيل الطحال كانت خطوه منه عشان يقلل الانسيدنس او الريكرنس ريت. لا بس هقل قدره البورتال سيركيليشن على استيعاب الزياده المفاجئه، لكن البورتال بريشر هيقل. يعني ايه؟ بص يا دكتور، واحد ضغطه 200 على 120 بس البلاد فيسلز بتاعته مرنه ففيها قدره على التحمل، لكن واحد تاني ضغطه 160 على 110 هيفرقع اسهل لان البلاد فيسل ريجن. فاهم الفرق بين الليفل والكومبلاينس؟ فاهمه؟ الطحال ما بيعوضش البريشر، الطحال بيستوعب الزياده فيخلي الكومبلاينس ايه؟ افضل صح؟ لكن شيل الطحال يوطي البريشر. ليه؟ لان الدم بتاع الطحال راح فين؟ راح البورتال. فانا لو شلت الطحال البريشر هيقل، لكن قدره البورتال سيركيليشن استيعاب الزياده المفاجئه هتقل صح؟ فانت خايفه ايه؟ من رابشر فيرسس؟ فانا ربطتها. يعني شيل الطحال يخلي الفيرسس تتفرقع اسهل. ايوه، فعشان كده ربطتها. وفكر بقى سبوره بعدين انه يقلل الريب ريدنج، يعني بعد 10 سنين بدل 10 سنين خليها 15 لانه ربط بره وايه؟ وجوه. فاهمين؟ عشان كده ظهرت عمليه الدكتور عبد المنعم حساب اول مره حكايه الرابشر فيرسس ما قدمها، ان هو ربط الفيرسس ما قدمش البيبر لانه ما قدمش حد دي. بعد كده لما عمل سبلينكتوم دي فاسكولاريزيشن قدم البيبر بتاعه، طبعا ما حدش عبره، وقعد مثلا يحاول حوالي 5 سنين لغايه ما واحد امريكاني حن عليه وعمل سيريز على عيانين هناك فطلع ان كلامه صح فراحت مكتوبه باسمه. فاهمني؟ جه بعديها سجوره. سجوره كان، شوفوا اولاد الراجل ياباني بس عارف الامثال بتاعته. قال لك ان حساب قال بره فرشت له والمايل ايه يعدله. المثل مش كده، المثل ايه؟ بره وجوه فرشت له والمايل ايه؟ يعدله. فاهمين؟ فراح معدل العمليه عشان يعدله. فاهمين يا ولاد؟ راح مربط بره وايه؟ وجوه. دباسه اسمها ايه؟ ايه ده اختصار ايه؟ امريكان سلاب. فاهمين يا ولاد؟ امال زمان زمان فروم زلان بيوند كانوا بيعملوا ايه؟ هحكي لكم بقى على عمليات اولاد في تاريخ الطب. طب انا بحكيها ليه؟ هي لونج كيس ب 70 درجه. هو مش هيديك ال 70 درجه لما تجيب مادتين السيزونين. ممكن يسالك في التاريخ شفت الدكتور مثلا في البرازيل والارجنتين يعني فاهمني؟ فانت ممكن تعمل فيك اي حاجه؟ اه ممكن. بصراحه بس اوعى تفتكر انا عشان كده بس موجوده في كتاب الاصل العلمي. يعني مش شرح لكم ولا كلمه زياده عن كتاب الاصل العلمي. تمام واضح؟ بص يا يعني بره الصوف ده السعودي ما درس الصوف ده ده عليه درس حواليه درس الجمله. شوف يا ولاد انا خلصت الشرح وبدل على العمليه اللي بعديها
المفتاح الطالب رفع ايده قال لك بره وجوه اللي انت عامله والله انا ما فاهمه المثل لا هو اللي بره ما بيفرقع اللي جوه لان اللي جوه هو اللي هو ال اتش سي ال بيجي عليه وهو اللي اللقمه الناشفه بتعوره يعني اللي جوه هو اللي بيلعب الفورت روما مين اللي دخل حد جوه يلعب له الباص بس احنا لما بنربط اللي بره اللي جوه بيحصل له كولابس لان بره بيدي جوه يعني ده بره صح وده جوه بره بقى بيدي نقفل بره جوه الكولابس طب مين اللي بيتعور اكتر اللي جوه لان هو اللي عنده مشاكل في الاكل وكده لكن بره مفيش حد بيخش جوه الجول كلام كبير لا 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 لو نزل بعد 15 سنة هيخير برد يعني ايه عالي معانا شوية كلنا شوف بدأ بقى شوف رد قال لها كلنا هنموت بعدين سألته طب تحب تموت دلوقتي ولا بعد 15 سنة قال لها انا احب اقعد معاكم شوية يعني انا سالي سؤال سبت التبس والليفر ترانسبلانتيشن انت عمليه عشان في السبت ولا لا 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 في امتياع انا مش بسالك مبسوطه ولا مش امتياع وفهمت مداخلة سجورة انه قطع الصوف ده اسود ده الرفض اللي جوه بس هو الوظيفة انت بقى متضايقة انا مش وظيفتي ساعتها انا افهم انت لو فهمت هو ده انا كده عملت شغل فاهمة؟ انا مش وظيفتي انا ان انا اساعدكم بالجراحة لا ليه اصل هو الجراحة ما بتساعدش حد انا وظيفتي افهمك الجراحة بس بس عندي في الخطوه دي قدرتي هو انا ربطت ممكن اول تعال شوف زمان الناس كانت بتعمل ايه دي واحد فكر فكره حلوه قوي الاول انتوا فاكرين البورتال سيركيليشن كانت عامله ازاي عارفين ايه بس ده لا ارتجاس اللي هو اسمه التاني كورونا وده الرايت جاست ادي الكور جاب وادي الجيل جاب وادي الهارد جاب كله راح البر واضحه شورت جاستريك فيز اللي بتعمل الفاندك فيرس يعني دي تعمل سوبشال درس بتعمل فند كتير درس مشهوره شورت جاستريك فيلز والله 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 العظيم مشهوره وبيقولوا عليها ساعات فازا بريك بريك يعني سياره فازا يعني طرق في فاز ديفرنت فازا ديفرنشال تست اهم حاجه القعده الحلوه بيننا يعني بقى من اي حاجه خالص اهم حاجه ان بيننا قعده جميله واما بقى حكايه فازا افرنشي فاز 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 تست زي بيطلع منها خرطوم
الكرتون ده اسمه باز يروح فين؟ لا انا مصر اعرف الباز انا بقى لازم اعرف دراسه الباز في الاسبرمنت كور يخرج برصافه ويروح للرصف عشان يطلع حيوانات حيوانات نوويه والله لو بشرح الخدمات ايه ايه واحد بيقول اصل احنا من 7 عبيد يعني هو الساعه 12 بيقفل بص بص هفهمك حاجه صح ربنا يعني لو الدكتور سالك الباص راح فين فانت ما جاوبتوش الدكتور ده المفروض يعمل ايه؟ الله يعني حاجه بقى مش مظبوطه قلت لا ساعتها الباص راح فين لقيتك مش عارف خلاص بقى خلاص لم هدوبك كلش يعني يا روح ما بعد تروح احنا ايه هنتحمل لغايه ايه؟ ما الانسان دي قدره برضه ولا لا؟ ويلم هدومه مش هدومك فاهمين يا ولد البازا فرنشا بازا فرنشا طيب بص يا في واحد فكر كده عارفين هنا فيه بات رجلين دخل رجلين فينا كده في هنا مشكله في الليبر صح؟ فالدم مش عارف يعدي هنا يتفلتر ويروح هنا لان ربنا خلق الليبر عشان يعترض طريق البطل بلاد ينضفه ويهنجفه قبل ما يرميه في الانفير من الجيبه فاكرين؟ فالليبر سيروتك فالدم مش عارف يعدي ففي واحد قال بص هو الكبده مسدوده و يا اما ما بتبقاش مسدوده خالص ده كده ضيقه فالدم مش عارف يعدي حلو خلاص يا عم انت هتقطع البطل جيب من هنا وتاخده تحطه في الانفير من الجيبه هنا ونص والغي الكبده غير صالح للعمل لا رايكم في الخطوه الجايه دي؟ اه نحول الفريشه للطالب يقول لك يا حارس كبتايه كده تبقى سايبه يعني في بايو ضغط وباك ارض يعني في حاجات ثانيه انا مش راسبها ده اول حاجه اللي هي استجابه الاختراع للطالب العميق اللي هو مش واخد باله دي حاجات مش مرسومه بايو ضغط وباك ارض دي وبعدين تلاقي الطالب قاعد شويه كده اقول لك طب والكبده هتاكل منين؟ هتاكل من بات الارض اقول لك وده كفايه؟ اه لا ان شاء الله اقول لك طب وبعدين؟ تقول له فوجئنا بحاجه ظريفه جدا ان الشنط دي ادت عمل الليفر كاناتو كتوصيله لكن لم تؤدي عمل الليفر كفسيولوجي فالسم طلع من جي اي تي راح الدم راح عامل توكسيم توكسيم الامونيا طلعت من هنا راحت الدم من غير ما تخش اليوريا سايكل فعملت الكفالوبس وبعدين البكتيريا البيض بتاع البلهارسيا طلع من هنا ما راحش الليفر راح اللنج بعدين واحد فكر قال لا الشنطه دي هي دي اسمها يا اولاد بورتو كيفا ان وصايد تعملها ولا لا؟ يعني الاند بتاع البورتال بيت للصايد بتاع الانفير بلانتيل بورتو كيفا شنط اند تو صايد مين هذا لا؟ شويه وجي واحد قال لا العمليه دي مش حلوه العمليه دي مش ناجحه العمليه دي مالها؟ صعب نحاول نعمل حاجه تاني وصار هذا عامل ايه؟ ساب البورتال بين زي ما هو والانفير بين الكيفه زي ما هو وحط بينهم توصيل يلا دكتور سمي لا ربنا عباد عباد وكيفه وايه اللي سايكو سايكس؟ ما حدش بقى اولاد تختصر في الامتحان ويقولوا سايد تو سايد ما تختصرش صحتها لان سايد تو سايد ده ممكن يبقى سايد تو سايد يعني سايد مع سايد ممكن يبقى اي حاجه يعني فاحنا بنقول له الاسم الكامل بورتو كيفا سايد تو سايد تفتكر كان فكره ايه؟
حب الدم يمشوا كده وحب الدم يمشوا كده. تحسوا ان الراجل ده مفاوض سياسي اكتر منه دكتور. اشمعنى؟ اصل هو الدم يا ولاد لو مشي هنا يبقى هنا. طب ما يمشي هنا. يعني الدم هنا السكه مخنوقه وهنا السكه مفتوحه. صعب الدم يقول لك لا لازم اطلع فوق كده بتاعت سكتي. معقوله هيمشي من هنا. فحاول يقلل الموضوع شويه. فخلق الشنط فاتقفل يبقى الصندوق. عمليه وحشه سيس. في واحد قال على فكره العمليه دي وحشه وبتاخد وقت طويل. لا انت عايز ايه؟ انا عايز اخليها وحشه وبتاخد وقت قليل. لا انت عايز ايه؟ انا عايز احط الشنط من السوبر من زنزان البيت وبين الفيل من البيت. قلنا له ليه؟ اصل التشريح هنا سهل فالعمليه ما بتاخدش وقت. وعمل عمليه دكتوره اسمها ميزوكيفال شنط او ميزنتريكو كيفال شنط. طب يا دكتور والدم الدم اللي جاي من هنا هيطلع كده ولا ايه؟ هينزل لانه مقفول فوق. مش في فضفاض هنا ولا ايه؟ لا مفيش فضفاض في الكورتر كيك. لا فضفاض ولا مصلز في الكورتر كيك. هينزل مقفول فوق. هينزل ايه بقى؟ الدم اللي هنا عدل فالحته دي بقت فاضيه. فالدم بيمشي كده لا انت بتفضل راح واقع. اصل هو الدم ده ولاد ما بيفهمش. انت اللي بتفهم. لو لقى دي مسدوده ودي مفتوحه هيروح هنا. هو الدم ولاد بيفهم. انت اللي بتفهم. مش كده الدم هيبقى محوط وجاي هنا. طب ويعني طب ما معدي بالامونيا وبالبكتيريا وبالبيض وكل حاجه. وانا مش معترض على انها وحشه. لكن هي بتاخد وقت ايه؟ لغايه ما جه الدكتور عاطف سلام ده كان مدرس مساعد في قصر العيني. بعدين الظاهر لو بيفكر راحوا ماشيين. فراح امريكا اشتغل في مركز وارن في امريكا. عمل احسن بورتو سيستميك شنط في العالم. الراجل ده من وجهه نظر انا ان هو بايونير ورائد في علاج الفيروسز لغايه النهارده. رغم ان عمليته اتلغت ولكن الفكره موجوده وبندير بيها الحوار لغايه النهارده. يعني مثلا الراجل سال نفسه سؤال غريب قوي انا ما اعرفش ايه اللي خطر في باله كده. الناس كلها عماله تفكر ان الجلوتر بريشر عالي وان الكبده مسدوده وعمالين يحاولوا يوصلوا يعني. هو سال نفسه سؤال بسيط. والناس بتقول ليه بتوع الجلوتر؟ رابشر فيرس. يعني الجلوتر هايبرتنشن مش هو اللي بيموته. هو اللي بيموتهم ايه؟ الفيروس. قال طب ما نعمل سيلكت في شنط الفيروس. هيفضل بورتال بريشر عالي؟ وهي هو العبره انه ما يموتش. فراح عامل حركه ظريفه جدا. قطع الاسبلين اثنين وراح واخد الاند دي موصلها في بين الاثنين. وقفل. قطع الاسبلين بين وخد الطرف ده وصله برينال بين والطرف الثاني ربطه. فالدم اللي جاي من الانفيريو ميزنتريك بين والسوبيريو ميزنتريك بين راح الليفر والضغط عالي. لكن الدم اللي في الفيريسز اتشفط كله جه على هنا وراح نازل الكبد. خلي بالكم الاسوفيشال فيريسز والفاندل فيريسز واخدين ببعض. وكان قبل العملية دي الطحال اللي بيصب في الاسوفج. لأن السكة مسدودة فالطحال بقى بيصب في الاسوفج. أنتوا عارفين أول ما عمل العملية دي الطحال فس وراح ساحب الدم من الفيروس. صحيح. فعمل سيلكتيف ديكومبريشن للفيروس. وساب الباقي الليفر بقى إيه؟ يعاني مع بعض، يعانوا مع بعض. ايه رايك؟ شو السبب اللي شفته ايه؟ ليه التغى؟ يعني انت عايز تروح على الخطوه اللي بعدها. لا انا بسال في الخطوه دي انت فاهمني؟ تاني هو قطع الاسبلين الاثنين
وخيط الاند دي وراح واخد الاند دي حطها في رينا الجيل فطحال فضل. لما طحال فضل راح ساحب الدم منين؟ من الفيرس. فالفيرس فضل فما فرقعتش. اما الباقي البريشر فيه عالي بقى واضحه. شوف اول مشكله قابلته ان البكتيريا سهل وارن اوبريشن. وارن ده اسم السنتر اللي هو كان شغال فيه. ليه بقى؟
لان هو سافر مصر. ف وانت مصري وبتشتغل هناك انت مواطن من الدرجه ال 19، فانت ما ينفعش العماله تسمى باسمك، تسمى باسم السنتر اللي انت شغال فيه. فاهمين هذا ولا لا؟ غير حساب، حساب عمل عمليه هنا فتسمى باسمه، فاهمين؟ فراح مسمينها وارن اوبريشن. شويه وبدا يعالج المشكله اللي ظهرت بتاعت البنكرياتيك سايفون، وعمل حاجه اسمها موديفايد وارن اوبريشن. فاهمين هذا ولا لا؟ شويه كده وجه الدكتور عبد المنعم حساب هدي الليله. ليه بقى؟ موديفايد وارن دي بتاخد من 6 ل 8 ساعات جوه العمليه، حساب بتاخد ساعه زمن. فاهمني؟ دي بعد شويه الشنط بتقفل، بتقفل بعد سنين بقى 10 15 سنه، فالفيرسز بترجع. طب وحساب؟ الفيرسز بترجع بعد 15 سنه. فبقى في سؤال، لما كده كده الفيرسز هترجع، ليه اعمل وارن؟ وكأن في حاجه غريبه قوي في البطنه او تحت البطن. اللي بدا الليله الفكر الجميل بتاع سلكت في شنطه للفيرسز عاطف سلام، واللي قفل عمليه عاطف سلام وعمل باث واي جديد خالص عبد المنعم حساب. فاهمين يا رد؟ طب خلي بالكم ان كلهم بيلفوا في فلك واحد، ان المهم الفيرس، مش مهم البورتال بريشر قد ايه، المهم تقفل الفيرس. فالراجل اللي جه عمل انجكشن سكيليرو سيرابي فكر نفس الفكر، قال لك انت تعمل عمليات ليه؟ ما تقفل الفيرس. البورتال بريشر عالي ما يعلى، اقرا احقن الفيرس. قلنا له هترجع بعد سنه. ما هو عمال حساب اصلا لما ربط الفيرسز رجع تاني بعد سنه. ما انت ما شفتش الطحال. قال اه بس انا ما بعملش عمليه. انا ايزي مانوف. انا مينيمال انفيزيف سيرجن. كل ما ترجع فيرسز احقنها. وراح عامل احصاء، جاب نفس السرفايفر. فكلنا تخلينا عن كل الايه؟ العمليات، واصبح المين لاين اوف تريتمنت. عرفتوا بقى لما كان التقدير هنا؟ وقلت لها واحد جاله رابشر فيرس زمان، تحب تعملي له ايه؟ قالت لي سبورت الليفر وانجكشن. بس. ما عملتوش ولا عمليه من دول. بس خلي بالكم عمليه وارد وعمليه حساب والانجكشن سكيلورو سيرابي كلهم بيدوروا في نفس الفلك. الفيرسز، ان انت مهتم بالفيرسز مالكش دعوه بالبطل برشر، مش قضيتك. الحته دي اصعب حته في الباب. وصلت ولا واضحه؟ لا انا مش بسالك انت مبسوط ولا لا، انا بسالك حاجه تاني. وصلت العمليات وصلت واهدافها ايه وبتاع؟ العمليات دي كلها تاريخ الطب عشان يبقى اؤمن مع بعض. لكن لا 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 ولوم جايب. انا مين يا ولاد شاف راوندات حالات الرسم المجري؟ حد بدا يخش على العمليات دي ولا لا؟ طب خلي بالكوا بقى، خلي بالكوا دلوقتي لو حضرت الراوند هيتكلم في العمليات. ليه؟ لانه هيبدا يكلمكم في البورتال هايبرتنشن. هقول لكم البورتال بريشر كام، هتقولوا له ايه؟ 12 سنتيمتر ووتر. بنعتبر بورتال هايبرتنشن اكتر من 20. هيبدا يسالك اسباب بورتال هايبرتنشن، بري هيباتيك هيباتيك وبوست هيباتيك. هيبدا يقول لك البورتال هايبرتنشن بيفتح ايه؟ هتقول له فيرس فيرسز وكيميك مدوسة وفايت. هيبدا يسالك الفيرسز ايه؟ هيسالك الفيرسز ايه عشان انت جاوبت. افرض جاوبت هيقلع على العمليات. فاهمين حاجه؟ يعني الفكره كلها طول ما انت يعني جوينج معاه هو بيعرف بيعرف. افرض انت من الاول قاعد يسالكوا هو البورتال بريشر كام؟ فقال له، وبعدين قال لكم ايه اسباب بورتال هايبرتنشن؟ فراح قايل لكم ايه الاسباب؟ هو لو راح على عمليات يبقى جنبه. الموضوع كبير. هو عشان يقعد يشرح بقى لازم يتعب. يعني لازم يقفل على نفسه الراوند ساعتين ونص
يقعد معاك فعلا بقى من تحت فوق. ما هو انت هيعلى على طول جوه الراوند لما تحس ان انت اوكي عليه، يقوم هو بقى ايه فاكر عامل نفسه ان هو ايه برنس. قال لك بص انا بتاع مجيب بالاخر، فمين اللي قاعد عامل ازاي؟ عشان كده ايه، شوفوا انتوا عايزين ايه. لو عايزين اكزامينر يولع في اللجنه الراجل جوه الراوند رد عليه، عايزين اقول كلمتين ويمشي اكتر هكذا بعض ومشي. مالكش دعوه البروكس بقى اللي هينو لينا اتشرطش دي واحده ثانيه. مسارات بارد اللي هي ديستا لاينو رينا، في عندكم واحدة بروكسما لاينو رينا مشهور. أتمنى أولاد الفريق